المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة الأوقاف عدم صحة أنباء عن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا. وقال المركز في بيان أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات ما زال ساريا دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مشيرا إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية مع استمرار حملات نظافة وتعقيم لجميع المساجد، كما يتم أيضا اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.